طريقة اللعبة وشلون يلعبونها وشلون ياخذون معلوماتك الشخصية. طريقة اللعبة انه مومو ترسلهم رسائل على الواتساب في وقت متأخر من الليل. هالرسالة اول مرة لما ترسلها حق الشخص كان مكتوب فيها مرحبا انا مومو وفيها صورتها، فطبيعي انت لما تشوف في صورة مدزوزة لك راح تدش على الصورة وتشوفها، فبعدها تكتب لك مومو جميع تفاصيلك الشخصية من صور من معلومات شخصية من أرقام سرية من كل شيء. والغريب بالموضوع أن كل المعلومات جدا دقيقة، تحسسك أن هي أنت من كثر ما تعرف عنك أشياء. طبعا محصورة الأشياء على الجهاز، ما تعرف عن حياتك الشخصية، الأسرار اللي عندك، فقط كل معلوماتك اللي بالتلفون تعرفها. فهني الشخص اللي شاف رسالتها وفتح صورتها وقالت له المعلومات كلها يستغرب إيش عرفها. فالحين أكثركم يقول زين شلون عرفت معلوماتها الشخصية؟ الفكرة جدا بسيطة، توصل لك رسالة على تطبيق الواتساب من رقم غير معروف، وهالرسالة محتواها مرحبا أنا مومو وفي صورة اللي هي صورتها. وبمجرد انك تخيل تضغط على الصورة وتفتحها، انت هني سمحت لها انها تدخل على جهازك وتعرف كل شيء وتتجسس على كل شيء انت تسويه، حتى ارقامك السرية تعرفها. باختصار هكر، لان في معلومات مخفية داخل صورتها، بمجرد الضغط عليها يقدر الهكرز انه يخترق حسابك ويعرف كل شيء عندك، حتى صورك تصير عنده. يعني تخيلوا معي كم صورة تكونوا انتم مصورينها وعادي يعني ما تورونها احد، بس صورة خاصة فيكم. تخيلوا هالصورة هذه تروح عندها وتبدا تبتسكم فيها، اذا ما سويت الشغلة الفلانية هالصورة هذه راح تنتشر على النت، فأكيد إحنا أشخاص نخاف من الفضيحة. فهني تبدأ المرحلة الثانية بعد الاختراق، مرحلة الابتزاز، إنها تبتزك بحيث إنها تطلب منك إنك تسوي بعض الأوامر اللي تطلبها منك. طبعًا هذا ما راح يكون طلب، راح يكون قسم عنك تسوي، مو بكيفك، وإلا صورك راح تنتشر بكل مكان وفضايحك بكل مكان، حساباتك كلها تتهكر. عشان تعرفوا لما أقولك موضوع خطير أكثر من الحوت الأزرق، الحوت الأزرق ما يقدرون يخترقون حسابك، ما يقدرون يسرقون صورك، مجرد تهديد من وراء الكلام فقط. أما هذه لا، في فعل، في صور لك عندهم، في أرقام سرية لحسابات عندهم، باختصار تلفونك عندهم بكل شيء. مهم بعد، لعبة مومو مشهورة بتحذير ان اذا طلبت منك امر وما سويته راح امحيك من العالم. شلون طريقتها تمحيك من العالم ما نعرف، طبعا اكيد ما راح تخليك تختفي من العالم، بس تمحيك بطريقتها، سواء بفضيحة او ممكن ترسل لك قاتل مأجور او شيء، ما تعرف، الانترنت يخوف. والغريب الموضوع ان مومو لعبة يابانية بس تتكلم كل اللغات، هذا الشيء اللي يزيد من خطورتها علينا احنا كمجتمع عربي، انها تتكلم روسي، تتكلم انجليزي، تتكلم فرنسي، تتكلم عربي، تتكلم كل اللغات. يعني هم بعد اقول لكم اخطر من الحوت الأزرق. الحوت الأزرق كانت بس باللغة الإنجليزية، ما أدري إذا في ترجمها حق العربي أو لا. إنزين شنو قوانين اللعبة؟ القانون الأول هو عدم الإجابة على السؤال مرتين، سألتك سؤال رد علي بإجابة، ترد علي بإجابتين ممنوع. القانون الثاني تجنب إنك تكرر الكلام مرتين، الكلام اللي قلته ما تعيده. القانون الثالث إذا طلبت منك شيء وقسمة عنك تسويه، مو بكيفك، أنت الحين صرت ملكها مو ملك نفسك. القانون الرابع ارتكاب الخطأ أو إنك تجاوب بالغلط لك محاولة واحدة، المرة الثانية مو مسموحة أبدا. والقانون الخامس أي شيء من هذول القوانين سويت عكسها راح تمحيك من الأرض بسهولة. شلون؟ أنا صراحة مو ما عندي أي أدنى فكرة شنو تسوي، تفضحك، تنقتل، يصير شيء فيك، أنا ما أدري. فعشان كذي أنا أقول لكم إن خافوا على نفسكم وخافوا على عيالكم، الأشياء هذه الموجودة بالنت حيل تخوف. يعني تخيل بضغطة زر على صورة بس تفتحها كل معلوماتك راح تكون عندها. أنا شخصيا لو فتحت هذه الصورة وكل معلوماتي راحت عندها أنا أشوف نفسي انتهيت. أكيد في عندي أشياء واجد بالتلفون، رقم حسابات بنكية، رقم حسابات بالسوشيال ميديا، كل شيء موجود بالتلفون، فبضغطة زر ممكن تنهي حياتك. فهني أنا أشوف الخطر مو بس على الطفل ولا المراهق، الخطر حتى على الكبير، ان كل فضايحك تكون عندها. ما نقول فضايح بس هذه اشياء شخصيه، اذا الاشياء الشخصيه هذه طلعت حق الناس ما تعرفهم راح تصير فضيحه اكيد. فعشان كذي انا بدوري كشخص مؤثر بالسوشيال ميديا لازم انزل هذا الفيديو، واجباري عليه وقسمه عني انزل هذا الفيديو، بحيث انه يكون فيديو تحذيري تنبيهي حق انت كشخص قاعد طالعني، يا جماعه خلونا من لعبه مومو، خلوها تولي ما لنا شغل فيها، خلونا من لعبه الحوت الازرق، خلونا من لعبه مريم، خلونا من كل الالعاب هذه. اي رساله توصلك بالسوشيال ميديا على اي حساب من شخص قريب لا تفتحها، اي رابط لا تفتحها، أي صورة لا تفتحها، لأن صارت طريقة الهكرز الجديدة أن يهكرون حسابك عن طريق صورة، فهذا شيء جدا مخيف جد. العالم اللي إحنا فيه الحين عالم حيل يخوف، خافوا على عيالكم، خافوا على نفسكم، تثقفوا شوي بالإنترنت. أنا شخصيا ما كنت أعرف لعبة مومو، بس متابعيني واجد قالوا تكلم عنها، فلما بحثت عنها فعلا لقيتها أنها أخطر من كل الألعاب، وهي أساسا ما أعتبرها لعبة، لأن اللعبة ممكن تتسلى منها، أما هذه مو لعبة، هذا أسميه شيطان إلكتروني، هدف الانتحار أو هدف تدمير الشخص. فأنت إذا تشوف أن هذا المقطع حيل مفيد، انشره بكل مكان، بالواتساب، بالتويتر، بالإنستغرام، بالسناب شات، بكل مكان. لازم المقطع هذا يوصل حق أكبر عدد ممكن من الناس، لأن في ناس واجد ما يعرفون منو مومو، ما يعرفون شنو اللعبة، ممكن يفتحون